نروح لسؤال العلوم. سؤال العلوم للنبوية الجبري بيقول: إذا كان الشغل المبذول لنقل شحنة كهربية في موصل كميتها 0.5 كولوم بين نقطتين في زمن قدره 1 ثانية هو 10 جول، فإن مقاومة الموصل تساوي 40 أم ولا 20 أم ولا 10 أم ولا 5 أم؟ والوقت بدأ. إذا كان الشغل المبذول لنقل شحنة كهربية في موصل كميتها 0.5 كولوم بين نقطتين في زمن قدره ثانية واحدة هو 10 جول، مقاومة الموصل تساوي 40 أم ولا 20 ولا 10 ولا 5 أم؟ والوقت بيمر. سؤال العلوم هنا بيكتسب أهمية كبيرة. الوقت انتهى يا أروى، إجابتكو هي 5 من 100. إجابة خاطئة. فريق آخر عندكو إجابة ولا لأ؟ تفضل. 40 أم. بفكرك يا تاخد درجتين يا تنزل درجتين، انت معاك 12 درجة لحد دلوقتي. القرارات قد تكون فاصلة، القرارات ليها أهمية كبيرة جدا. قرار لو صح في فايدة كبيرة، قرار لو غلط في خسارة كبيرة. 12 درجة، أنزلهم درجتين ولا أعليهم درجتين يا أحمد؟ التفكير السليم بيقول إيه؟ ولا أفضل زي ما أنا ومحتفظ بالمكاسب اللي عندي؟ هم هيعلوا درجتين إن شاء الله. أنت متأكد؟ إن شاء الله. إجابة صحيحة يا أحمد، معاك درجتين. 14 درجة مع أحمد الخطيب وخمس درجات مع نبوية الجبري. البنات لازم يشدوا حيلهم، الفرق بدأ يوسع بينهم وبين الشرقية. السؤال التاني في العلوم بيقول: إذا كانت شدة التيار الكهربي المار في دائرة كهربية بسيطة هي 5 أمبير عندما كانت مقاومة الدائرة 2 أم، وعند توصيل مقاومة إضافية بالدائرة لوحظ انخفاض شدة التيار الكهربي في الدائرة إلى 4 أمبير، لذلك المقاومة الأصلية للدائرة كانت 4.0 أم، 8.0 أم، 10.0 أم ولا 20.0 أم؟ الوقت بدأ. سؤال العلوم محير مدرسة أحمد الخطيب. 10 خلاص. بفكرك يا أحمد لو مش عارف في وسائل المساعدة ممكن تستعين بالفريق الاحتياطي. استعين بالفريق. يلا بينا. الفريق عندكوا إجابة؟ زمايلهم كمان في الفريق الاحتياطي بيحسبوا، لكن يبدو إن مفيش إجابة جاهزة أو حاضرة. نبوية الجبري حضروا نفسكوا، لو جاوبوا غلط السؤال هيجيلكوا تقدروا تحصلوا بيه نقطتين. أنا بقول لو جاوبوا غلط السؤال ممكن يروح لكم. تفضلوا. الإجابة الأولى 4 من 10. هتاخد الإجابة دي يا أحمد ولا؟ اللي هي الإجابة رقم كام؟ 4 من 10. أول إجابة في الاختيارات. للأسف إجابة خاطئة. الفريق الآخر عندكم إجابة ولا؟ أروى هتاخدوا السؤال ولا لا؟ لا. أروى مش عايزة تخاطر لأن هما معاهم أصلاً 5 درجات بس، مش عايزة تخاطر بالسؤال. وأحمد الخطيب معرفوش إجابة السؤال. خليني أقول لكم الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 2، 8.0 أم. للفريقين اللي ما قدروش يجاوبوا على الفريق ده بما فيهم حتى الفريق الاحتياطي.